استاذ شريف عبد الحميد جمهوريه. سؤالي لمعالي الوزير دكتور بدر عبد العاطي، انه في ظل الزخم الواضح في العلاقات المصريه الاوروبيه مؤخرا والذي تجسد بالتوقيع على الاعلان السياسي بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي الى مستوى الشراكه الاستراتيجيه والشامله وانعقاد المؤتمر الاستثماري وحزمه الدعم التمويليه من الاتحاد الاوروبي لمصر، ما الذي يمكن ان نتوقعه خلال المرحله القادمه من خطوات اضافيه على مسار تعزيز تلك الشراكه؟ وهل يمكن ان نرى ترجمه عمليه لذلك في مبادرات او تحركات سياسيه مشتركه لحلحله ازمات المنطقه المتفاقمه؟ شكرا جزيلا. طبعا نتوقع الكثير، نتوقع التنفيذ، نتوقع ما تم الاتفاق عليه أن يتم تنفيذه بأسرع وقت ممكن، خاصة فيما يتعلق بالحزم التمويلية في ظل الأعباء الجسيمة التي تتحملها مصر، سواء من خلال فقدان جانب كبير من عائدات قناة السويس، سواء من خلال استضافة أعداد غفيرة من الضيوف على الأراضي المصرية، سواء أيضا فيما يتعلق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة لدى الاقتصاد المصري. فنتوقع الكثير فيما يتعلق بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتحويل الأموال المتفق عليها. نتوقع أيضا أن احنا نتواصل في التشاور والتنسيق المشترك في طرح مبادرات مشتركة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. نتوقع أيضا موقف داعم لمصر فيما يتعلق بحقوقها المائية، وهو ما تم تناوله في المباحثات بشكل متعمق، خاصة في ظل المواقف المتعنتة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يتعلق بالسد الإثيوبي. هناك أيضا نتوقع ونعمل على مواقف أوروبية متقدمة فيما يتعلق بإدانة هذا العدوان الغاشم واتخاذ إجراءات محددة لوقف هذا العدوان الغاشم على أهالينا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. هناك انتهاكات سافرة تحدث على الأرض، ولا بد من وقفة، لا بد من إنفاذ القانون الدولي وأيضا احترام ميثاق الأمم المتحدة، وإلا كما يردد الكثيرون في الشارع المصري والعربي بأن هناك ازدواجية للمعايير وعدم تطبيق للقانون في كل الأزمات التي تواجهنا. شكرا جزيلا. أستاذ تامر نصرة العربية. السؤال للسيد بوريل، بالأمس في رفح ذكرت أن قدراتكم محدودة في الضغط على إسرائيل، أستخدم كلمتك بدقة، our capacity is limited، هذا ما قلته. لم نكن نتوقع أن نسمع هذا من الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى كم العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية بينكم وبين إسرائيل، بين دولكم وبين إسرائيل. فهل هذا ما تنون أن تقولونه عندما تعبرون الطريق لوزراء الاجتماع وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية؟ هل هذا أيضا ما تنون أن تقولونه في لبنان عندما تصلون إلى هناك؟ مجرد أمنيات طيبة وإدانات؟ شكرا. Well, nobody can say that what we are doing لا أحد يستطيع أن يقول إن ما نفعله يتوقف على التمنية الطيبة. نحن أكبر داعم للقضية الفلسطينية وأكبر مقدمين للمساعدات المالية في غزة، وهكذا لا يتوقف الأمر على التمنيات الطيبة. أنتم تعلمون أن هذه مطالب قوية والدول تختلف في مواقفها، وعلينا في الاتحاد الأوروبي أن نقدم ما يمثل
مجموع الدول، ولكن بالطبع هذا لا يعوق قدرتنا على العمل بأقصى قدر. لا يمكن أن ينكر أحد ما فعله الاتحاد الأوروبي. دعم للقضية الفلسطينية وللموقف الإنساني في غزة، ولذلك أرجو ألا تقولوا أننا نقدم التمنيات الطبية فقط. أرجو أن تراجعوا عدد الطائرات التي تحمل المعونات المقدمة إلى غزة. هل هناك أي طرف آخر يقدم أكثر منا؟ Thank you very much.